اخر من نجوم النادي الاهلي السابقين وهو الكابتن فتحي مبروك. يا كابتن فتحي مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن امير، ازيك؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ برنامجك الجميل، كلام في الميديا، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله كويس الحمد لله. والله الحمد لله. لا صوت يعلو فوق صوت مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك، مباراه اكيد مهمه جدا، مباراه صعبه جدا. في البدايه عايز اتكلم عن كواليسك قبل مباراه الاهلي والزمالك، اثناء ما حضرتك طبعا كنت لاعب، والامور كانت بتبقى ماشيه ازاي، والاستعدادات كانت بتبقى ماشيه ازاي، وعلاقاتك كمان بلاعبي نادي الزمالك، خصوصا ان احنا بنحاول ننبذ التعصب اللي ممكن يكون متواجد في الفتره الحاليه ما بين جمهور الفرقتين. والله بص، انا لسه يمكن من ربع ساعه يمكن كنا برضو في لقاء قمه ال 2002 كان في نادي الزمالك، وتعادلنا 2-2 كويس، والفرقتين طلعوا مباراه في روح رياضيه جميله، والجماهير كمان الحمد لله طلعت برضو راضيه عن الاداء وراضيه عن النتيجه. فدي قمه مصغره، يمكن احنا بنقول القمه بتاعت الكبار طبعا ان شاء الله. انا يمكن عشت كتير قوي سواء كلاعب او سواء كمدرب للفريق الاول، والحمد لله دائما لقاءات الاهلي والزمالك على فكره بيبقى احنا كلنا كلاعيبه، اما كنا لعيبه كل اللعيبه كانت بنقعد مع بعض. انا كنت صاحب فاروق جعفر وغانم سلطان والله يرحمه طه بصر والكابتن حسن شحاته وكل الناس كنا اصحاب، حتى في معسكرات المنتخب القومي تلاقينا قاعدين مع بعض، ما فيش حته اهلي وزمالك والتعصب ودول واخدين جنبه، لا الحمد لله. يعني انا بقول لك ان احنا كنا اصحاب اكتر من لعيب كمان يعني. العلاقات يعني كانت اكيد جيده ما بينكم، ده اكيد كان بينعكس كمان على جمهور الفرقتين، وخصوصا ان احنا شفنا لقطات تاريخيه كبيره، ويمكن كان ابرزها طبعا لقطه بتاعت كابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاته في قبل المباراه ما تنطلق، وراحوا حيوا جمهور الفرقتين. فبالتالي الروح الرياضيه كابتن فتحي مهمه جدا قبل هذه المباراه، ومهم جدا ان كل فريق او كل جمهور يشجع فريقه بس من غير التطرق للفريق الاخر. والله بص انا معاك قلبا وقالبا، ودي المقوله زي ما نقولها ان كل جمهور فرقه يشجع فريقه، ملوش دعوه بالفرقه المنافسه، لا يهين حد ولا يشتم لعيب ولا يشتم مش عارف ايه ولا الكلام الفاضي ده، لان احنا عايزين نرتقي بمستوى الكوره وبمستوى الجماهير. اللقطه اللي انا بقول لحضرتك عليها هي معانا على الشاشه دلوقتي، الناس اكيد يعني بص الناس والله العظيم بقول لك الناس يعني حتى كل الدنيا بتبص للقاء الاهلي والزمالك ان هو لقاء جماهيري ولقاء فني ولقاء مرتقب طبعا بنتيجه وكلام من هذه الامور، واحنا انا يمكن انا وشخصيا زعلان ان مفيش جماهير تحضر. طبعا جماهير تحضر، كنت اتمنى ان في 50,000 اهلاوي و 50,000 زملكاوي يحضروا هذه المباراه زي زمان، كنا هنتمتع اكتر. ايه طبعا. ولكن زي ما قلت لك الامور دلوقتي محتاجه برضو بعض الضوابط كده عشان برضو الجماهير يبقى في هدوء، يبقى في تشجيع زي ما قلنا بروح مثاليه، عشان الرياضه في مصر حتى الناس ما تحسش ان في ازمات جماهيريه يعني. تمام، هي لقطه اكيد كانت اكثر من رائعه اللي اتعرضت دلوقتي ما بين كابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاته، قيمتين كبار في تاريخ الكره المصريه وفي نادي الاهلي وفي نادي الزمالك، وكانت لقطه مهمه جدا. لكن كابتن فتحي عايز استغل تواجد حضرتك معايا ونتكلم على الناحيه الفنيه الخاصه بمباراه القمه، وشايف المباراه دي ازاي فنيا من وجهه نظرك؟ والله بص هي طبعا اللقاء انا بقول يعني اللقاء برضو على فكره ملتهب، انا شايفه هو اللقاء ملتهب بكلمه طبعاً. ملتهب ليه طبعا الزمالك دلوقتي على قمه الجدول، النادي الاهلي في المركز الثاني، كل فرقه بتتمنى، الزمالك يتمنى يفوز عشان يحافظ على صدارته، النادي الاهلي بيتمنى يفوز عشان يقدر هو يتقدم ويبقى الامور كلها بتقدر تقول بشواهد لحسم بطوله. ولكن انا برضو مش من انصار ان اقول لك ان لو الاهلي كسب او الزمالك كسب هيحسم بطوله، ولكن الاداء الفني طبعا المديرين الفنيين على مستوى عالي الاثنين، ودي بقى كلها حاجات تكتيكيه داخل الملعب واسلوب لعب، ولكن زي ما قلت لك في اوراق دايما الناديين بيعتمدوا عليهم. زي مين يا كابتن فتحي؟ زي مين في الاهلي وفي الزمالك من وجهه نظرك؟ لا بص انا يعني انا دائما بقول ان في مفاتيح لعب، الفرقه كلها مفاتيح لعب كويس، يعني كل فرقه مفاتيح لعب، يعني اي لعيب النهارده بيقدر ينقل فرقته لناحيه هجوميه، يقدر ينقل فرقته لنباص، يقدر يجيب جول، انا بعتبره النهارده كلها حاجه النهارده صانع لعب او بلاي ميكر، فالجول جول كيبر يبقى بلاي ميكر، والباك رايت كل اللعيبه انا شايف ان هي مفاتيح لعب، ومفاتيح لعب لازم تستغل الاستغلال الامثل في اسلوب اللعب والناحيه التكتيكيه. تمام كابتن فتحي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا كابتن فتحي مبروك نجم النادي الاهلي السابق ومدرب الاهلي السابق ومدير قطاع الناشئين حاليا في النادي الاهلي، واتكلم طبعا باستفاضه عن مباراه القمه وكل الجوانب التي تخص هذه المباراه الهامه.